من هي فريال يوسف؟ الاسم الكامل فريال قراجة، البرج القوس، تاريخ الميلاد 11 من ديسمبر 1980 بتونس. فريال يوسف هي فنانة تونسية بدأت مشوارها نحو النجومية منذ صغرها، حيث شاركت أيام طفولتها في العديد من الإعلانات التلفزيونية، ولفت الانتباه إليها بموهبتها التي ظهرت عليها خلال تقديمها هذه الإعلانات، واختيرت لتجسيد أدوار صغيرة في فوازير رمضانية، أي أن جسدت فتاة شابة لعائلة متواضعة في أول مسلسل رمضاني صفاقسية في تونس، ويحمل اسم المتحدي. ولدت في تونس، زاولت تعليمها إلى حدود الماجستير، بحيث أنها تحصلت على شهادة في المرحلة الثالثة من إدارة الأعمال في المدرسة العليا للتجارة بتونس. عرفت الأضواء منذ نعومة أظافرها، فقد شاركت في بعض الإعلانات المشهورة في التلفزيون التونسي في تسعينيات القرن العشرين، ولفتت الانتباه لحيويتها وشقاوتها وسهولة أدائها، وكان عمرها آنذاك يتراوح بين 15 و16. مثلت كذلك أدوارا صغيرة في فوازير رمضانية في تونس، من ثم اختيرت لتجسيد دور فتاة شابة لطيفة لعائلة متواضعة في أول دراما رمضانية صفاقسية في تونس، مسلسل التحدي كما قلنا. وكان ممن شاركوها التمثيل نخبة من ألمع الممثلين في تونس، على غرار جميل الجودي، محمد السياري، ودرصاف مملوك، زهير الرايس، وكوثر البر الباردي. لمعت إثر هذا العمل وعرفت إلى تونس ولم تكن تبلغ من العمر سوى 17 ربيعا، وحصدت إعجاب العديد لتقمصها الشخصية لدرجة التطابق، وكذلك لكونها وجها شابا جديدا وجميلا في الدراما التونسية. شكل بذلك مسلسل التحدي نقطة الانطلاق لفريال في عالم الدراما. تتالت مشاركتها في المسلسلات الرمضانية التونسية، من مسلسل غالية وعشقة وحكايات، مرورا بخضراء والكنز، ومن ثم تدور بالمواجهة وصولا إلى قمرة سيدي المحروس، الذي جمع نخبة كبيرة من عمالقة المسرح في تونس مثل السيدة منى نور الدين، الفنان القدير فتحي الهداوي، عزيزة أبو الأبيار، وجيهة الجندوبي، سمية رحيم. كما اختيرت لتقديم برنامج المعجبين وعمايلهم في رمضان 2011، ونظرا لنجاحه قدمت نسخة تونسية منه على قناة تونسية خاصة. انتقلت الفنانة فريال يوسف من تونس إلى مصر، وكانت هذه المرحلة الفاصلة من حياتها، خصوصا وأن أول دور قدمته في مصر أحدث رواجا كبيرا في الشارع المصري بسبب جرأته، حيث أنها جسدت دور فتاة متحررة في فيلم بالأواني الطبيعية، وحصلت فريال وقتها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي عن دورها في فيلم بالأواني الطبيعية.